والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمتي اليوم تتعلق بأختنا الأسيرة كاميليا شحاتة. القصة كما تعلمونها جميعا، وأنا ألخصها للتاريخ، أختنا كاميليا شحاتة كانت زوجة لأحد الكهان النصارى في المنيا، وكان ابن خالتها وزوجته أسلم قبل ذلك بعدة سنوات. فيبدو أنه حدث اتصال بينهما، بدأت تتعرف على الإسلام فأسلمت سرا عدة سنوات وحفظت 4 أجزاء من القرآن. وكان على حسب ما نشر كان زوجها يأخذ التبرعات ويضعها باسمها في صندوق التوفير. فلما قررت أن تهاجر بدينها، وكانت قبل ذلك أول ما أسلمت امتنعت من زوجها لمدة 1.5 سنة فلم يقربها، ليه؟ لأنها مسلمة وهو كافر، فامتنعت. ولما أرادت أن تهاجر بدينها وأن تذهب فتشهر إسلامها، راحت سحبت المبلغ 32,000 جنيه ووضعتهم على المنضدة لصاحبها، على أساس أن الإسلام لا يجيز لأحد أن يأخذ مالا غدرا. وهي أسلمت وحسن إسلامها وذهبت إلى هناك، وبكل أسف لما ذهبت إلى الأزهر كان في تعميم. بدأ الأول شباب، بدأ قس من القسس يهيج شباب المنيا، خرج 2000 من الشباب ركبوا أتوبيسات ورايحين لمقر الكاتدرائية في العباسية علشان يعملوا تظاهرات المعتادة ضد المسلمين، إن إحنا خطفنا بنتهم وبنخطف بناتهم وهذا الكلام. واستطاع الأمن أن يعني يصل إلى الأتوبيسات ويسحب الرخص من السائقين علشان ما يروحش هذا الشباب المتحمس إلى الكاتدرائية وتحصل مشكلة هناك ومواجهات. ومع ذلك استطاع الشباب أن يأخذوا أتوبيسات أخرى، ووصل 2000 من هؤلاء ووصلوا الكاتدرائية وبدأوا سبا في رئيس الدولة وفي أمن الدولة وفي المسلمين أجمعين، أن احنا بنخطف بناتهم وإلى آخره. وحصلت مشكلة كبيرة، وطبعا هي خرجت حتى تسلم. فوصل التعميم إلى مشايخة الأزهر أن لو جت اسم باسم كاميليا شحاتة دي على طول تبلغونا. ذهب الرجل إلى هناك، بكل أسف وجد مدخل مشيخة الأزهر مليان بالقصص كأنه في الكاتدرائية، حتى أنهم لما حاولوا أن يمنعوه، بعض الضباط حاول أن يمنعه، قال له أنا في مشيخة الأزهر مش في الكاتدرائية، قال فاستحيا وتركني أدخل. فبيشهر بقى الإسلام. فالمهم الرجل اللي بيكتب الإشهار قال له اسمها إيه؟ قال له كاميليا شحاتة، كأنما لدغه ثعبان. وقال خلاص طيب، ودخل جوه شوية وبعدين جاء قال إيه معلش الأوراق والختمة أصله مع المدير في الدرج ومش عارفين، تعالوا لنا بكرة علشان نشهر الإسلام إلى آخره. المهم انتهت المأساة، انتهت القضية بالقبض على أختنا كاميليا شحاتة وتسليمها إلى الكنيسة. في أول الأمر قال لك بنتنا رجعت لنا وكانت في مشوار في القاهرة بتعمل بعض الجولات والكلام ده. الكلام ده استمر لمدة 3 أيام. كان المفترض إن البابا شنودة رئيس النصارى في مصر كان يخرج بيانا يعتذر فيه للمسلمين أنه أساء الظن بهم. مش قال خطفوها؟ طلع ان مش خاطفينها على حسب ال3 أيام الاولانيين اللي قال لك ده كانت في القاهره في زياره لبعض اللي مش عارف ايه والكلام ده الحكايه والروايه قبل ان يظهر اسلامها ويبشو في كل مكان. كان المفترض يعتذر زي ما الشباب اتحرضوا على انهم يطلعوا
وهجموا المسلمين ويشتموا المسلمين بأقذع الألفاظ، ويشتموا كمان رأس الدولة ويشتموا جهاز أمن الدولة والكلام ده بأقذع الألفاظ، كان المفروض على الأقل يحصل نوع من الايه من الاعتذار. لكن سرعان ما انكشف الأمر وظهرت الحقيقة، وإن أختنا كاميليا شحاتة أسلمت لله تبارك وتعالى، وإنهم خدوها خطفوها كمواطنة، معروف إنها مواطنة عادية، ومعروف الجهة التي خطفتها زي أختنا وفاء قسطنطين اللي هي امرأة دير برضو، امرأة كاهن من كهان أبو المطمير في البحيرة برضو من سنة 2003، لا نعرف عن أختنا وفاء قسطنطين أي شيء إطلاقا. أنا لو أنا متهم، أنا متهم بخطف بني آدم، بياخدوني يحطوني في الحبس، وممكن ما كنش أنا اللي خطفت، ممكن يكتشفوا بعد مدة حجز سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ان مش انا المجرم. وياما ناس بيتهموا بيدخلوا تحت الحبس الاحتياطي سنوات طويلة وفي الاخر يطلع براء. من الذي يعوض هذا المسجون عن سمعته التي ذهبت وعن السجن الذي لبث فيه عدة سنين؟ في الاخر يقول له نحن اسفون تشابه اسماء والسلام عليكم. طيب الجهة التي خطفت هذه المواطنة جهة المعلومة وهي تصرح انها اللي خدت البنت عشان يعملوا لها غسيل مخ كمان، ويصرحون انها في احد الاديره في مدينه عين شمس منطقه عين شمس والكلام ده، لم يتحرك احد مطلقا، لا رئيس الدوله ولا مباحث امن الدوله ولا المخابرات العامه ولا الامن القومي ولا عضو في مجلس الشعب. عضو في مجلس الشعب ساعات يقدم إحاطة إن مسمار اتخلع، كان في مسمار مدقوق في خشبة واتخلع، يوم يعمل طلب إحاطة ويقول لك عايزين وزير المسامير، المسمار ده راح فين؟ ها؟ ويعمل إحاطة وقوم الدنيا وأعادها. ولا واحد في مجلس الشعب كله قدم طلب إحاطة. أين ذهبت أختنا هذه الأسيرة؟ وماذا يفعل بها؟ وهل الذي نشر عنها صحيح أم لا؟ تاخد حبوبها الوسل لحد ما وصلت الى درجة الجنون. كل ده ليه؟ علشان اسلمت. ما انتوا عمالين تقولوا لي حرية الاعتقاد، والازهر شيخ الازهر الراحل قال لك المرتد لا يقتل، والمفتي بتاعنا بيقول لا يقتل، كل واحد حر في ان يرتد، مع ان هذا مضاد لدين الله مضادة كاملة، من ارتد من المسلمين قتل، حكم لم ينسخ أجمع عليه الأئمة. ومع ذلك اللي تنصروا من عندنا ثلاثة أربعة وجهروا إنهم تنصروا ولا واحد قال حاجة، وراحوا هناك ودي اسمها حرية اعتقاد. أول ما أختنا تعتنق الإسلام وتبقى حرية اعتقاد تخطفها الكنيسة. إذا الجهة الخاطفة معلومة ولا أحد يتحرك وينقذ هذه المسكينة من العذاب الأليم اللي بتتعرض له. مين اللي عمال يزلزل الفتنة؟ مين اللي بيعمل فتنة طائفية في البلد؟ نحن أم النصارى؟ النصارى قطعا هم الذين يفعلون ذلك، هم اللي بيلعبوا بالنار، وفي الآخر ستحترق البلد إذا ما كانش في عدل. اوعى تتصور أن الإنسان المظلوم إذا كان عاجزا يوما من الأيام أنه سيظل عاجزا. بتحصل فتنة حمقاء خرقاء تحرق الأخضر واليابس. هو البابا شنودة ده يطلع مين يعني؟ زعيم العالم كله؟ لما الدولة عملت حاجة اسمها الطلاق المدني، لأن الطلاق عند النصارى ممنوع بحكم الإنجيل كما يزعمون، الدولة عشان تضع الوزر والإرهاق عن كل النساء النصارى ورجال النصارى المطلقين عملت حاجة اسمها الطلاق المدني. الطلاق المدني يعني الدولة هي اللي تطلق، ما يروحش النصراني ولا النصرانية للكنيسة، يروح للدولة. وصدر بهذا قرار من المحكمة الدستورية العليا اللي مش فوق أحد ولا في نقد ولا إبرام في أحكامها. يوم البابا شنودة يروح يعتزل في الدير وغضبان ويقول لك أنا لا أخالف أحكام الإنجيل، والدولة تبعت له ثلاثة أربعة خمسة من إن هم الناس التقال عشان يقنعوه، وفي الآخر يرفض، فتنزل الدولة على رأي شنودة ويلغى القانون الطلاق المدني وينفذ كلامه. ما انا عايز افهم شنودة
ايه يعني اللي في ايده علشان يمسك الدولة من سلسها الراس يحركها كأنها لعبة ودمية؟ هذه جريمة.